چاہتے ہیں کہ اعلان سماعت فرما لیں. جناب ابو ذر کنتوری صاحب نے مجھے آج حکم دیا ہے کہ آپ جس قرآن کے سورے کی تلاوت فرمائیں ان سامعین تک وہ پارہ اور سورہ بتا دیں. تو آج میں سورہ نبا کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں جو قرآن مجید کا 78 سورہ نمبر ہے, پارہ نمبر 30 ہے, جس کی ابتدائی آیات کے آغاز مجلس خمس مجالس کا آغاز مجلس کرنے جا رہا ہوں جو سورہ نبا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا. يوم ينفخ في الصور فأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إنا جهنم كان مرصادا فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمام
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں نہیں آتی ادب احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب آن زیدی صاحب کو تشریف لائیں اور سوز خان کے فراز انجام دے جناب آن زیدی